أنا أقول لك الآن نحن سنستمر في هذه المعاناة إلى ما لا يقل عن شهر جون حزيران القادم، وأننا سنستمر في فترة بعدها من سنة 2020 إلى 2025 نعاني من نتائجها. وهي النقطة التي أنا دائما أجعلها أولوية في مكالماتي وفي مخاطباتي لأبنائي ولسادتي وأساتذتي صانعي القرار. ما نحن نعيشه اليوم هو مشكلة حقيقية من حيث الآثار على حياة الإنسان، وأن الأرواح هي الأهم. ولكن يا سيدي، ما بعد الكورونا هنالك مجموعة من الأزمات التي سنواجهها، التي ستخلف في العالم دمارا ومشاكل اجتماعية، بالإضافة إلى كونها أساسا اقتصادية. ماذا ستعمل لمن فقد عمله؟ والمؤسسات التي تصرف موظفينها بالآلاف تستطيع أن تعمل مثل ما عملت أمريكا الآن، وهو في نظري إجراء مؤقت لا فائدة له، عندما تقرر أن تدفع راتب لكل عاطل عن العمل. يعني الاقتصاد والحياة تبنى بأن الدولة تعطي رواتب للعاطلين عن العمل، فإذا من سيقوم بالعمل؟ أين الناتج القومي؟ أنا أريد إنتاج ناتج قومي يتيح عملا للعاملين.